بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. لكل داء دواء مهما كان صعب وطعمه مر، وداء المحنة هو الصبر عليها مهما طالت أكيد هتمر. بس الصبر أصله صعب، والأصعب منه الرضا بكل أمر. عشان كده ربنا بشر الصابرين ووعدهم البشرى بعد العسر. الصبر هو مفتاح السعادة وطريق المنحة بعد المحنة. بس الصبر، الصبر على قضاء الله وأمره هو أصل الإيمان والإحسان والبر. الصبر من صلب العقيدة والعبادة، وخير الصابرين هو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأكثر الأنبياء صبرا هو نبي الله أيوب. إزاي نتحلى بصبر الأنبياء على الابتلاءات؟ تفاصيل مهمة هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. احنا دايما بنتعلم من الأنبياء كل شيء موجود في حياتنا، وبناخد من رسالتهم عبرة ودروس بنستفيد منها في حياتنا. هل فعلا نبي الله أيوب هو أكتر الأنبياء ابتلاء وأكتر الأنبياء صبرا؟ لا. مين؟ بسم الله والحمد لله. أنا قلت لك هل ما أكدتش. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أصبر الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أيوب لا نقلل من صبره، لا، إنه من الصابرين وربنا مدحه، إن وجدناه صابرا نعم العبد. لكن حضرتك، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد وأعمق صبرا من كل الأنبياء. سنعايز الأول هو أنا أصبر على إيه؟ ده الكلام المهم. صحيح. طب هو الصبر أنواع؟ ده نقطة مهمة جدا، لأنه حضرتك أنا لازم أحدد هو إيه الموضوع عشان أحدد نوع الصبر عليه. لأن الموضوع مش كلامه خلاص عن الصبر، لأنه في أمور الصبر عليها عمل عدمي. يعني إيه؟ يعني ما فيش فيه دي حاجة، يعني مضطر، ما فيش حاجة. ومات والدي، ما الذي في يدي؟ الصبر على القضاء والقدر. ما هو القضاء والقدر أنواع يا هانم. والدي توفى، أنا عمال تدخلني أنت. أيوة، أنا عايز أحرر المسألة. طبعا. لأنه كثير بيتكلم وخلاص عن الصبر. لا طبعا. طب واحد فقد عمله، كيف يكون الصبر؟ هل يتساوى؟ تقعد وتحط إيديك على خدك. الله ينور عليك، ما هو أنا مات والدي، ليس في يدي شيء غير الصبر والرضا، وأحط إيدي على خدي مفيش مشكلة. ليه؟ لأنه أمر عدمي، ليس في حيلتي ولا طاقتي، ما أقدرش أعمل فيه حاجة. الله ينور. لكن فقد عمله، أسعى. أيوة كده. يبقى في هناك صبر، صبر عدمي، وهناك صبر إيجابي. تمام. صبر يعني التحمل، وصبر يعني العمل. ولذلك لفت نظري أن الله عز وجل لما أمرنا بالصبر قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم؟ سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعهم الله عز وجل في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لاحظت ان هو قال ايه؟ كما صبر اولو العزم، مش كما صبر اولو التحمل. حتى احنا زمان كنا نكتب الصبر مفتاح الفرج ونقصد به تحمل. لا غلط، لانه فيه صبر ايجابي، عمل وعزيمه. لما نيجي نبص على سيدنا نوح، هل كان صبره تحملا؟ مستحيل. اني دعوت قومي ليلا ونهارا، تمام، واني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا اصابعهم في اذن واستغشوا واستكبروا استكبار، ثم اني دعوت جهارة، ثم إني أعلنت. أي الله، ده حركة دائمة. لو تلاحظي حضرتك صبر سيدنا إبراهيم، كيف صبر على النار وعلى ذبح ولده، وانتقل من بلد إلى بلد ومن دعوة إلى دعوة، ده حاجة عظيمة جدا. صبر سيدنا موسى، صبر سيدنا عيسى، صبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحركته الدائمة وخروجه إلى الطائف وخروج أصحابه إلى الحبشة ثم خروجه إلى المدينة. الله، يبقى يا جماعة لازم نفهم معنى الصبر. هذا صبر الإيجابيين اللي بيسعوا. الله، اللي صبر السلام.
السلبيين، هو ده اللي بيخلقوا الإيجابية. الله ينور. يبقى أنا عندي أول نوعين، صبر إيجابي وصبر سلبي. في أمور لازم صبري عليها سلبي، مات أبي خلاص حاضر وسمعنا وأطعنا. في صبر إيجابي، أزمة تعرض لها الإنسان، خاض معه خائضون، حد ضايقه، صبر سلبي هحط إيدي على خدي؟ لا طبعا، لازم ليا مواجهة ولي عمل. طب الأنواع التانية من الصبر، عندي صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله وصبر بالله. وضحهم لي وفسرهم لي. أيوة. وقول لي الفرق بينهم. حاضر. الصبر بالله يعني الصبر مستعينا بالله، قال الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله. الباء باء الاستعانة، أعني يا رب. ولذلك سيدنا إسماعيل قال لسيدنا إبراهيم افعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله منين؟ من الصابر. قدم المشيئة عشان ربنا يعينه. أدي معنى كلمة صبر بالله، استعين بالله. طب وصبر لله، مش غلب، مش عشان أنا الكبير، عيب ده أنت كبير العيلة. لا، أنا صبر لله مش عشان كبير العيلة. قال الله عز وجل ولربك فاصبر، الآية العظيمة دي، ولربك فاصبر صبرك كله لله. الأذى اللي هتقابله احتسبه لله، حد هيضايقك احتسبه لله، ضايقوك وقالوا عليك كلام احتسب لله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، واصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. ايه العظمة دي؟ يبقى دي معنى كلمة صبر لله. يبقى أنا عندي صبر بالله وصبر لله. رقم ثلاثة، صبر مع الله. مع الله ايه؟ أوامر ونواهي الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. استعينوا بالصبر والصلاة. الله ليه؟ لأنه الصلاة محتاجة لصبر، قيام الليل محتاج لصبر، بر الوالدين محتاج لصبر، صلة الأرحام محتاج لصبر، تلاوة القرآن محتاج لصبر. مفيش حاجة مش محتاجة صبر، ده اسمه صبر مع ربنا. أمرني حاضر، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة حاضر، نهاني ولا يغتب بعضكم بعضا حاضر، أخبرني أصدق. قال الدين أوامر، نفذ نواهي، انتهي أخبار، صدق. ده الكلام. يبقى صبر مع الله. طب النوع الرابع بقى، صبر عن الله. صبر عن الله يعني إيه؟ صبر عن ربنا. أنت صابر مع الله ليه بقى؟ لأنه ده في القضاء والقدر، زي الرضا عن الله. ولذلك يقولوا إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت صابر في القضاء التسليم. والقدر. أيوة بالضبط، التسليم للقضاء والقدر. دي أنواع الصبر. يبقى صبر لله، صبر بالله، صبر مع الله، صبر عن. شوف أنا عملت حلقات عن الصبر. أيوة فندم. يعني ما عرفش عددها. أول مرة أسمع الكلام عن الصبر بالطريقة دي. الله يكبر خاطرك. طب عندي كمان صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. تمام، انزل بالترجمة بقى. حاضر. صبر على المأمور، ربنا لما بيأمرك بأمر محتاج صبر. مش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا نربي ولادنا محتاجين صبر ولا لا؟ طيب صبر على مش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان انا زكي؟ طب صبر ده صبر على المأمور. وايه كمان؟ وصبر عن المحظور، الشهوات الله ينور عليك، عن كل ما نهاك الله عنه. طب وصبر على المقدور، على كل ما أصابك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا بيدينا ثلاث حاجات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللي هيصبر يا أستاذ لمياء ربنا هيبشره بالخير دنيا وآخرة. اللي هيصبر صبر إيجابي ربنا معاه دايما، إن الله مع الصابرين. اللي هيصبر ربنا بيحبه، والله يحب الصابرين. اللي هيصبر ربنا هيدخله الجنة، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللي هيصبر ربنا هيدخله الجنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب ناخد التليفون ونكمل. أم يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. عامل ايه يا حبيبة قلبي؟ كل عام وانت طيبة. وحضرتك بألف خير يا رب. وكل سنة وانت طيب يا شيخ رمضان، وتعود عليك الأيام بخير يا رب. كل عام وحضرتك بخير، أهلا وسهلا. انت طيب والله، انت نورت قلوبنا ونورت عيوننا ونورت كل حاجة عن الدين والقرآن. الحمد لله. الله ينور طريقنا وطريقك وطريق أولادنا وأولادك وجميع المشاهدين يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين يا رب. وديك طول العمر. امين يا رب. اتفضلي. اقول لك يا فضيلتي الشيخ، انا لما بيبقى حاصل لي ابتلاء، او حد بيتكلم عليا، او حد بيعمل فيا حاجه مثلا، واسكت يقول ده انت بالك طويل،
مثلا انا عايشه في بيت في اسره وبيت وحما وانت متستاهي عن الكلام اللي بيحصل وبدوء. يقولوا ده انت بالك طويل. اقول لهم ده صبر من عند ربنا. يقولوا لا ده انت بالك طويل. دي ليه يعني دي ليه برضه بالصبر ولا دي طول البال زي ما هم ما بيقولوا؟ حضرتك تقصدي انك ما بترديش الاساءه اللي بتجيلك مش كده؟ ويوسف معانا؟ مش برد. مش بتردي؟ لا بس بسيب امري الى الله. تمام حاضر. عندك اي سؤال تاني؟ انا معلش بس عايزه اسال فضيله الشيخ. انا لو بدات قبل الفجر مثلا قبل الشمس ما بتطلع وساعات بحضره والقران بيقرا يعني والاذان بيبدأ وساعات قبل الساعه 6 عادي ولا لازم الفجر اسمع عادي؟ حاضر حاضر. تابعينا حضرتك. طيب هي دلوقتي لو حد اساء ليها هي بتسكت ما بتردش، هل ده يعتبر نوع من انواع الصبر ربنا هيجازيها عليه؟ طبعا اولا ده من اعظم ما امر الله به نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ادفع بالتي هي احسن السيئه، يعني ادفع السيئه بالحسنه. الله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رب كان يعفو عمن اساء اليه، وربنا قال له خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فهي اللي بتعمله ده عرض اعراض عن الجاهلين. كمان هم بيقولوا لها انت بالك طويل، ده نعمة كبيرة جدا. ما هو اللي باله طويل يعني حليم يعني متأني. اللي باله طويل وبيطول باله لا يستعجل بالغضب ولا يستعجل بالإهانة ولا يستعجل بالسب والغلط، ده بيحب ربنا. الدليل على ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام مسلم، قال لرجل اسمه الأشج ابن عبد القيس، لأنه كان أصيب كده هو صغير، كان رجل حليم قوي. الأشج ده جاي هو وعيلته، قصة كده صغيرة حلوة قوي، جاي هو وعيلته يقابلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا إسلامهم. فالناس أول ما وصلت المدينة قفزت من على الفرس وجروا للقاء سيدنا النبي وسابوا الفرس وسابوا كل حاجة. فالأشج ده كان راجل هادي متأني حكيم باله طويل، نزل بالراحة ربط الأفراس طمن عليها وجرايح مغتسل مستحمي ومغير ثياب السفر ولابس ثياب جديدة أعدها للقاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي علم بكل ده، فلما شافه أدناه النبي وقربه وأجلسه بجواره وقدمه مين؟ عيلته. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. الأناة اللي هو إيه؟ التأني. زمان كنا نقول كده في التأني السلامة. أيوه. وفي العجلة الندام. مظبوط، كن حتى يكتبوها لنا كده في ظهر الكراسة زمان. فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. يعني أنت رجل حليم وراجل متأني ما بتستعجلش. فالست ست فاضلة طويلة البال، ده نعمة من أعظم نعم الله. ده دلوقتي سلعة نادرة، الحلم والتأني وطول البال وسعة الصدر والصبر والتحمل، ده من أندر ما يكون. ناس بقت مستعجلة قوي ومتعصبة قوي وسريعة قوي وسريعة في الخطأ. لا، ده أنت طويلة البال ده من أعظم نعم الله أدامها الله عليها نعمة. طيب هي دلوقتي صلاة الفجر بتسأل عليها على انها ممكن تصليها بعدها بشويه، تصليها الساعه 6، ساعه تصليها في وقتها. صاحيه ولا نايمه؟ يعني كان الاذان بيأذن وهي صاحيه وما صليتش تقصد؟ لا، ما هو اي الله ينور على ساعتك. الاذان بيأذن الله اكبر وانا صاحي، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه لوقتها، في روايه الصلاه في اول وقتها. الاذان بيأذن قوم، هو بيقول لك الله اكبر، اكبر من كل شيء في ايديك. حي على الصلاه، هنا بالصلاه تحيا. تلاحظي حضرتك انه قال حي، ما قالش تعالى. أيوه. مع ان حي معناها تعالى، كانه يشير الينا ان هنا الحياه، لان حي جايه فيها ماده الحياه. صحيح. فهنا الحياه، قوم وخلي بالك دايما، حط قدام عينيك لو انت في شغل، لو انت في كذا، ما لم يكن شيء خارج عن الاراده، كرجل امن يحرس مكانه مثلاً. او كمهندس واقف على مكنه في مصنع، لو تركها تحصل مشكله، نتبادل بقى. رجال الامن على بوابه يتبادلون، مجموعه تصلي ومجموعه تحرس، انما نتركش المكان. لكن طب ما عنديش المسؤولية دي وأقدر أقوم أصلي، قوم دلوقتي. صحيح. طب راحت عليها نومة، أول ما تقوم تصلي.
طيب فضيلة الشيخ، الإحسان ليه أجر وثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. إنك تحسن لحد ممكن يكون محتاج، إنك تجبر بخطره، جبر الخواطر من أهم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجازي عليها عبده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسس مدارس عظيمة جدا، من هذه المدارس مدرسة جبر الخاطر، إنك تجبر خاطر الإنسان، تجبر خاطره بكلمة طيبة، بابتسامة جميلة، بأنك تقضي مصلحته، بأنك تسدد دينه، بأنك تطعمه لو هو جعان، بأنك تسقيه لو هو عطشان، بأنك تكسوه لو كان عريان، بأنك تقف معاه لو هو في مشكلة. ده من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. سيدنا النبي علمنا مدرسة جبر الخاطر، يلا بينا ندخل المدرسة دي. أكتر مدرسة تدخلك الجنة، أكتر مدرسة تقربك من ربنا، أكتر مدرسة كلنا محتاجينها دلوقتي، أكتر مدرسة تبقى ثقيلة في الميزان. لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. صحيح. وجبر الخاطر جاي من الاثنين، من تقوى الله أجبر خاطر الناس، ومن حسن خلقي أجبر خاطر الناس. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عمرو، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ السؤال الثاني، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. مدرسة، دي مدرسة جبر خاطر، كل ما تنفع الناس، كل ما يحبك رب الناس، كل عبادة طلبها الله منها هو في غنى عنها خلص. أمال العبادة دي تنفعني أنا في ديني ودنياي ودنيا وآخرة؟ لما ربنا يحب البني آدم يحصل إيه؟ لما ربنا يحب البني آدم يحببه في طاعته، يقربه منه، ويحببه في الإيمان، فيخليه يكسر من العمل الصالح، فيقربوا منه. ولذلك ربنا في القرآن الكريم يقول وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ده مهم قوي، إن أنت لما ربنا هيحبك هيحبب إليك الإيمان ويحليه في قلبك، ومن الإيمان جبر خاطر الغلبان. طب لما هيحبك هيخليك متواضع، ومتواضع دي يعني أخرج من بيتي الحد بقى، وأي حد قبله في طريقي أرى أن له فضلا علي. طب مهم قوي، أنت متواضع ولا مش متواضع؟ ما أنا مش عارف يا شيخ. أسأله سؤال، أقول له أول ما بتخرج من بيتك أي حد بتقابله شايف نفسك أحسن منه؟ يقول لي آه في بعض الناس كده. أقول له بقى أنت مش متواضع. أي حد تقابله في حياتك ترى أن له فضل عليك؟ طب إزاي؟ أنا أول ما فتحت باب بيتي لقيت حد من أسيادنا الفقراء اللي بيعمل الجنينة، ده ربنا بعته بقى، تمام؟ فأنا شفته أنه له فضل علي. طب ليه؟ أنا قاعد جوه باكل واشرب قهوتي وهو بينظم لي الجنينة عشان لما أشوفها لقيها حلوة. أول ما رحت عند العربية لقيت حد من أسيادنا اللي هيسوق، ده له فضل علي لأنه هيسوق العربية يبقى مشغول شايل عني. الله. طب أول ما وقفنا في الإشارة شفت حد من أسيادنا، الناس الحبايبنا اللي واقفين في الإشارات ينظمون المرور، له فضل علي لأنه بيقول لي حاسب أقف هنا لأن أنا خايف عليك، لو عديت ممكن يحصل مشكلة مع عربية تانية أو تتاخد مخالفة فتدفع فلوس. الله. قابلت حد من أسيادنا الفقراء فأحسنت إليه، ده هو له فضل علي. صح. أنا قضيت له حاجة دنيوية وهو أضالي حاجة دنيوية وأخروية. صح. لأن اللي اديته له هيرجع لي 700 ويوم القيامة ربنا يدخلني الجنة. الله. هو ده المسلم وهو ده الإسلام. صحيح. فرحة أي حد حتى لو ما دعش دعوة، حتى لو ما اتكلمش بلسانه، حتى لو ما قالش أي حاجة، فرحة قلبه لوحدها ليها أجر وثواب. طبعا أنا مبسوط قوي، ربنا يبارك فيها، وكلامها طالع من قلبها. صحيح. يحمل كل الرضا وكل الشكر، دي مدرسة الشكر، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه أسس هذه المدرسة. تشكر ربنا، أن أشكر لي وإن تشكروا يرضه لكم. طيب أشكر ربنا، كل شكر للنعمة لها شكر يناسبها، فأنا ربنا رزقني بالمال، أشكر المال بالإنفاق والزكوات، فأنا حد من الأغنياء الشكر إنه يتصدق ويخرج ويعطي حق الله، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لما قال معلوم يقصد الزكاة،
لأنها محددة. لما شال كلمة معلوم يقصد الصدقات لأنها لا سقف لها. فهي بتعلمنا مدرسة الشكر، هي بتشكر من أزدى إليها معروفا. وده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد شكرتم، لأن الله شاكر يحب الشاكرين. فرحتها دي بالدنيا كلها طبعا. فرحتها وإنها فرحانة وعمالة تعدد مميزات البيت من السقف والحوائط، حست إنها ليها حق في الدنيا إنها تعيش زيها زي أي حد. أي طبعا حقها، ده ستنا وعلى دماغنا. بس من جمال فرحتها بالنعمة عملت تعدد نعم الله عز وجل، وبلاط وتلاجة وغسالة، وكنت بغسل على إيدي وقبول الله. ربنا يرضيها وربنا يراضي اللي رضاها، وربنا يكبر خاطرها ويكبر خاطر من جبر خاطرها. ده أعظم عمل أقابل به ربنا. وهقول لحضرتك الحديث قبل ما نتكلم عن ملف المياه داخل جمعية البر والتقوى المصرية. إيه الحديث؟ الحديث حضرتك لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأي الأعمال أحب إلى الله، قال: سرور تدخله على مسلم، إنك تدخل السرور على حد. طب إزاي؟ تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تمشي له في حاجة. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى الله من الاعتكاف في مسجد المدينة شهرا كاملا. يعني أنا لما بقضي حاجة حد من الناس، عملت لهم محطة مية فبيشربوا منها، عملت لهم مسجد بيصلوا فيه، وصلت وصلة مية لبيت من البيوت، أنا كده قضيت حاجة حد. تخيلي حضرتك اللي تسبب في ده بصدقته أو بزكاة من الزكوات ياخد أجر كأنه اعتكف في مسجد سيدنا النبي شهر كامل. يعني تخيلي حضرتك واحد قطع تذكرة وأخذ ملابس وأخذ فلوس وكذا وكذا، وسافر نزل راح مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد اعتكف فيه شهر كامل، صائم بالنهار قائم بالليل تالي للقرآن عابد للرحمن، بعد الشهر ده يطلع عامل ازاي؟ وثوابه قد ايه؟ واجره قد ايه؟ انت متخيل حضرتك ده ياخده الانسان، ياخذ هذا الثواب اللي بيقضي حاجه انسان؟ ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احب الى الله من الاعتكاف في مسجد المدينه شهرا كاملا. طب والشهر في المدينه ب 1000 شهر، يبقى انت لما بتقضي حاجه حد من اسيادنا الفقراء ايا كان انت بتعمل ايه؟ سواء كان في ملف الميه، سواء كان في بناء مستشفى، سواء كان في وصله ميه، سواء كان في بناء بيت، ايا كان الحاجه اللي بتقضيها له، سواء كان في كفاله طفل يتيم او كفاله طالب علم واحنا داخلين على المدارس، انت بتاخد اجر عظيم جدا، اجر كانك اعتكفت في مسجد سيدنا النبي شهر كامل، والشهر ب 1000 شهر. يبقى معنى ذلك ان لما بقضي حاجه حد من اسيادنا الفقراء انا اخد اجر كانه ليله القدر. الله، انت متخيله حضرتك الصدقه اللي تصدقها حد من الناس لجمعيه البر والتقوى، الجمعيه خدتها راحت عملت بيها حاجة في بيت، أخذ الأجر ده والثواب. مش كده وبس، نكمل: ولا أن أمشي مع أخ في حاجة حتى يثبتها الله، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام يوم القيامة. يعني الدين الأجر ده كله، وكمان يوم القيامة الأقدام تزل ويقع بعض الناس في جهنم للحساب والعقاب، وهو يعدي وانت تعدي واقف صلب، ثبت ربنا قدمه وعداه ودخلوا الجنة. بإيه؟ بجبر خاطر حد من أسيادنا، بقضاء حاجة حد من أسيادنا. فاللي انت بتعمله ده ما بيضيعش لا دنيا ولا آخرة أبدا، وربنا هيذهب عنك الخوف والقلق في الدنيا وفي الآخرة. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا يتقبل يا رب. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. السوشيال ميديا خلت الناس كلها شايفين التطور اللي بيحصل في ملامح بعض الشخصيات ومعالم الجسم، وكل شخص من حقه انه يوصل للي هو عايزه، وده هيخلينا نتكلم اكتر النهاردة عن النحت رباعي الابعاد، وقد ايه بيكون نسبة الامان فيه، وقد ايه هو فعال، ونتيجته بتعيش قد ايه. وده يمكن بناء على طلبات حضراتكم اللي هنتكلم عنه
إن شاء الله النهاردة أكتر مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والتجميل بجامعة عين شمس. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. كل عام وحضرتك بألف خير. ناس دايما تسأل عن إيه هو النحت رباعي الأبعاد وده بيعمل إيه وبيغير إيه في الجسم، هو الجسم بس والجسم كمان والوجه؟ وزي ما حضرتك قلتي التجارب العملية اللي الناس شايفين بعض ومعارفهم وأصحابهم والناس المشهورين على مواقع التواصل، ناس شكلهم اختلف تماما تقول مين دي أو مين ده والرسمة الجميلة بتاعت الجسم فكل واحد بقى عنده طموح وعنده رغبة بيبتدي يحس ان الموضوع بقى سهل لإقبال الناس عليه بيطمن الناس. وعشان كده هي النقطة اللي حضرتك سألتي عليها، قدر الأمان وقدر الراحة والريكفري السريع ومش محتاجين فترة نقاهة، والنتيجة الجميلة هي اللي خلت الناس تقول طب إيه المانع بقى أن احنا ناخد الخطوة. السيدة اللي نسيت نفسها شوية بعد زواج بعد حمل، مش عارف عندي بطنة عندي ترهل فين، طب ما أعمل رينيوال كده وجدد روحي وجدد معالمي بحيث أرجع تاني. وزي ما حضرتك قلتي هو حق لكل إنسان إنه هو طالما أصبح متاح إنه هو ياخد الشكل اللي هو عايزه واللوك اللي هو عايزه بطريقة آمنة. فالنحت الرباعي قدر يقدم الفكرة دي من رسم معالم معينة بطرق آمنة معظمها غير جراحية دلوقتي، ما بتحتاجش فترة نقاهة، ما فيش ألم يسكر زي زمان، ما فيش مضاعفات زي زمان. فدي طفرة الحقيقة بيعيشها عالم التجميل دلوقتي. بيتعمل ازاي النحت الرباعي؟ النحت الرباعي هو مسمى معناها ان انا كأني برسم زي هو ده جهاز الفيزر ولا ده حاجة تانية؟ هو الفيزر الجي بلازما الاندوليفت حقن الدهون دي كلها تولز، انا عندي رسمة معينة عايز اوصل لها، مثلا خصر عايز اصغره فمنحته بإبرة الفيزر، إبرة رفيعة تمشي تحت الجلد من غير بقى طريقة الشفط القديمة السيخ التخين ده، دي الإبرة دي اللي ده تحت الجلد دي قطرها 2 ملي، ده الطريقة الحديثة ولا ده الفيزر. وزي ما حضرتك شايفة سيح الدهون وموت الخلايا الدهنية وشد الجلد ولزقوا على العضلة والدهون بتطلع صافية، دهون صفرة ما فيهاش دم. وعشان كده بنقول انه اصبح امان عكس الشفط القديم الكانيولا التخين اللي بتخش تكسر بقى بعنف، والمنطقة اللي بيتعمل فيها ما بترجعش تاني، لانه بيموت الخلايا دي كلها ماتت واصبح الجلد دايركت او لازق على العضله مباشره. وعشان كده بيديها شكل الديفينيشن والتحديد بتاع شكل العضله، وعشان كده مفيش فرصه ان الخلايا الدهنيه تيجي هنا، مفيش خلايا اصلا تصلح انها تخزن دهون. طب لو احنا محتاجين شد جلد اكتر بنستخدم حاجه تانية اسمها جي بلازما. وبيشد الجلد بنسبه قد ايه؟ الفيزر درجاته يعني لو هنقول بنت لسه ما اتجوزتش حسب نسبه الترهل اللي موجوده، نسبه الترهل وطبيعه الجلد، ومثلا خلفت مره 2 3 في ستريتش ماركس عنيفه، في ترهل في الجلد، في درجات الفيزر يكفي فيها وفي درجات بحتاج معاها الجي بلازما. في حاجه حديثه اسمها الاندوليفت اتكلمنا عنها ودايما بنتكلم عنها في الوجه، لا هي بتستخدم في الجسم برضه يمكن ما بنذكرهاش كتير، لان عاده بنعمل فيزر وطالما عملت فيزر بعمل معاه الجي بلازما. لكن في اندوليفت حقن الدهون على فكره حاجه جميله وبتادي نفس النتيجه. الاندوليفت يمكن اشهر في الوجه لانه هو الوحيد اللي بيشتغل في الوجه. بيعمل ايه الاندوليفت؟ في كذا مود، مود اللايبوليسيس تفتيت دهون زيه زي الفيزر، الوجوه اللي بتبقى مليانه تحديد الفك التكساس، اي دهون مبوظه معالم الوجه اقدر اعملها، لكن الاشهر هو اللغد وتحديد الفك اللي الناس بتحبها. بس الميزه هنا اللي مش مؤلم خالص وبنج موضعي في العياده وبعد ما بيحتاجش ولا بعد ولا فتره نقاهه ولا تاثير شمس وتخرج عادي في الشمس ولا مثلا احمرار. الفيزر زي ما حضرتك شفتي سيح دهون وبيشد الجلد وبيعالج الكولاجين وبيداري علامات الترهل وعلامات الشيخوخة والتقدم في السن. فده لوحده اختراع في الوجه وفي الرقبة وفي الجسم. احنا بنقول هو اشهر في الوجه عشان هو الوحيد اللي بينفع في الوجه، خصوصا في الوجه نفسه وحوالين الانف
وتجاعيد اللي حوالين الفم وتحت العين هو الاندوليفت هو الوحيد اللي ينفع. لكن بيصلح في في الجسم وبيدي نفس التأثير وبيقوم بدور زي الفيزر وتجيب لازمة مع بعض. هل في مناطق معينة في الجسم وفي مناطق تانية ما تنفعش ولا كل مناطق؟ كل مناطق الجسم يصلح ليها ان احنا نعمل فيزر جي بلازما اندوليفت ما عدا الثديين في السيدات. لان الثديين في السيدات لهم استراكشر مختلف وفيها غدد لبنية وحجم مختلف وتكوين مختلف. لكن العكس بقى التثدي في الرجال نتيجة مذهلة سواء فيزر او جي بلازما او الاندوليفت. لانه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تسيح الغدد اللبنية في حالات التثدي مش بس الدهون هو الفيزر والاندوليفت وبدون جراحة. كان زمان عشان أعمل حالة تثدي لازم جرح وأقص وأشيل الدهون كان موضوع صعب بالغدد وجرح طبعا سكار. فأنا بعالج حاجة مضايقة شكليا وبسيب له أثر شكلي برضو هيضره على الأقل فترة لغاية ما الجرح يختفي. وفترة نقاها أكبر وكدمات وتورم ولازم أحط درنقة. الفيزر مفيش درنقة مفيش الكلام ده خالص مفيش ألم يسكر وفترة النقاها بتاعته برضو لا تسكر يوم أو اثنين والشخص بيرجع لعمله فبيبقى حصل على نتيجة فورية ودائمة وما غابش عن حياته وعن عمله والكلام ده بمنتهى الأمان وبدون مضاعفات. النتيجة بتظهر بعد قد إيه تقريبا؟ النتيجة في كل الإجراءات اللي قلناها دي فوري. يعني بزايد. الفيزر بيسيح الخلايا الدهنية يعني وبيشفطها. أنا أخرج تطلع. إحنا بنقول للشخص مثلا منطقة البطن إحنا بنطلع مرسومين. يعني إحنا بنقول للمريض صور نفسك قبل وبعدين صور نفسك بعد عشان تشوف النتيجة قد إيه والوقت قد الفرق. إيه تقريبا يعني المنطقة في الفيزر ممكن تاخد ساعة لربع لو معاه جي بلازما ممكن تاخد ساعة أو ساعة وربع. نقدر نعمل مناطق كتير نقدر نعمل كل المناطق وينفع نعملهم منطقة منطقة برضو حسب راحة المريض واستعداداته. طيب لو حد عنده وزن كتير يعني معدي 100 مثلا 130 150 زي ما بنشوف اوزان شديده جدا هل حضرتك بتنصح انه لا احنا نخس الاول وبعدين نعمل ده ولا ممكن يتعمل الفيزر او الجي بلازما؟ هو درجات السمنه هي بتحكمنا برضو. يعني حد في رينج 100 ينفع اديله ادويه تخسسه من مناطق كتير في جسمه والمنطقة اللي احنا عارفين ان هي ريزيستنت وبتقاوم النزول بيبقى في مناطق بتبقى صعب فيها ما بتخسش يعني كويس. يعني في واحدة تقول لي انا نص التحتاني خس لكن عندي او العكس درعاية العكس يعني ممكن لا انا التراكم الدهون عندي في النص التحتاني في الفخذين وفوق كويس ولما بخس من كله بس دي بتفضل عالية. يبقى انا ممكن اخسسها لو هي 100 كيلو زي ما حضرتك بتقولي وانحت لها الفخذين عشان يبقى في تناسق وسيمترية بين مناطق الجسم والعكس اوقات يبقى في الدراع زي ما حضرتك قلتي يبقى انا اخسسها وانحت لها الدراع. الاشهر طبعا البطن ما في بالذات في السيدات وفي الرجال البطن مع السيدات عشان الحمل والولاده بتعمل درجه من الترهل تراكم دهون وفي الرجال لان الرجال عاده بيتخنوا في البطن وفي الثديين احيانا. فالحقيقه كل دي طرق اقدر زي ما حضرتك قلتي اخد ميرج او اجمع بين طريقتين عشان احصل على النتيجه. عندي دهون داخليه ودهون خارجيه اديله ادويه خفيفه تخسسه مثلا 10 15 كيلو خلاص هتسيح الدهون الداخليه واي دهون في جسمه او في جسمها واعمل نحت للدهون الخارجيه اللي هي ما بتروحش بالتخسيس. يبقى انا اديته نتيجه مثاليه من غير ما اعمل عمليات او اجراءات اقوى شويه. طب حضرتك يعني قلت انه مشاكل الثدي مختلفه من الراجل للست الاجراءات بتاعتها ايه؟ في الرجال بنعمل فيزر بنعمل جي بلازما بنعمل اندوليفت كلها حلول غير جراحيه ونتيجه فوريه وبدون اثر على الاطلاق. السيدات حسب اللي عندها انه يعني في بعض الناس اللي لما بتخس زياده بيحصل ترهل جامد من ضمن المناطق اللي بيحصل فيها ده الثديين طبعا مفيش كلام في السيدات واوقات بعد الرضاعه واوقات بتبقى حاجه جينيتك. طرق رفع الثدي حديثا دلوقتي بنعملها بجرح تجميلي خفي تحت الثدي بحيث يبقى خدت الشكل المثالي اللوك الطبيعي بدون اي مضاعفات والجرح بيبقى جرح رفيع جدا 3 شهور بيختفي 50% 3 شهور كمان بيختفي 80% يبقى على الاقل في اول 6 شهور الجرح اختفى تماما 80% فدول 20% لو احنا عملنا جلسات ليزر بيروحوا لو احنا استنينا 6 شهور كمان الجرح بيبقى يكاد لا يذكر بس خدت الشكل المثالي بتاعها. في ناس بيحتاجوا لا انا صدري كان فاضي اصلا
ولما خسيت نزل خالص فانا عايزه سيليكون مثلا او اخد دهون من حضرتك اللي بتحدد هو يعني الحاله محتاجه ايه. طبيعه الحاله بتفرض علينا وانا بقول لها الاختيارات، ممكن اخد دهون احقنها فتدي شكل كويس بقول لها اه ده نتيجته هيبقى حلو، اخد دهون واركزها زي ما هحقن مثلا خفاسات الجناب، عايز احقن الهانش ترفع الهانش، مش عارف في ناس بتحقن حوالين الانكل عشان العرقوب شويه بيبقى رجلها رفيعه من تحت، الوجه ممكن نحقنه، الثدي ممكن نحقنه ويدي شكل جميل. كل الحاجات دي امنه يا دكتور ما تسببش اي شيء خالص جدا. حقن الدهون على فكره الذاتيه امان 100%، ملوش علاقة لا بأورام ولا بأي اضطراب هرمونات ولا يمنع الرضاعة ولا له علاقة بأي حاجة لأنها دهونها الطبيعية، فما بتعملش أي تأثير سلبي في المستقبل ولا ممكن تتغير لأي حاجة تقلق. حتى السيليكون على فكرة رغم ان زمان يعني كان اشاعات ان هو له علاقه باورام، الكلام ده اتدرس في كل المؤسسات على الاف الحالات واتثبت ان لا السيليكون ملوش علاقه، بالذات السيليكون الحديث اللي هو مش الحقن اللي هو كبسوله سيليكون امنه ما بتتفاعلش مع الجسم تماما، بتعيش يعني هي ضمانها 10 سنين بس ممكن تعيش العمر كله، وبالتالي اصبح حل جميل. واحيانا بنعملها بجرح 2 سنتي حوالين الحلمة اللي مدخل منها السيليكون، الجرح ده بيختفي بعد أسبوعين ويديني نتيجة مثالية. الكبسولة الذكية دي اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي على الشاشة، حضرتك بتنصح مين بيها؟ هي أحد طرق التخسيس، وفي نفس الوقت لو الشخص ده هو زايد 15-20 كيلو لما يخس ما هو جسمها هتترسم او جسمه هيترسم لوحده. يعني الراجل اللي عنده كرش وعنده دهون داخليه بنقول له مثلا هنعمل لك ادويه ونعمل لك نحت، ما هو لو اخذ الكبسوله وخس 15-20 كيلو بطنه بتنزل لان هو بيدخل في بطنه وبيخس في بطنه. السيده برضو اللي عندها بطن التون بتاع الجلد لو حلو خلاص الكبسوله ممكن تغنيها. اللي هي جسمها كله متناسق بس زايد 20 كيلو لما بتنزل جسمها ينزل نفس التناسق مع شوية رياضة عشان ما يحصلش ترهل في الجلد، يبقى خدنا نتيجة مماثلة لنتيجة النحت. هو الحقيقة كل حاجة لها ميزة عن الحاجة التانية. الكبسولة ميزتها في البساطة والسهولة، حاجة بنبلعها كده واحنا قاعدين في العيادة بشوية مية وخلاص الموضوع خلص، هي بتبقى بالون بعد 4 شهور بتخرج لوحدها، ما بنحتاجش دايت، ما فيش منظار، ما فيش تخدير. طب بعد الأربع شهور قوية. بقى دكتور يعني بعد ما بتروح هو ده النقطة المهمة في الكبسول. انا بعملها لشخص بيبقى عنده درجه من الاراده او هو جسمه مش ميال قوي للتخن، فلما اعملها له وياخد اللايف ستايل بتاع الكبسوله بعد كده يحافظ على النتيجه. مع ممكن اساعده بادويه خفيفه تسد الشهيه يبقى ضمننا نتيجه تعيش معاها على طول. النحت في ميزه عن الكبسوله وعن اجراءات تانية كتير، اولا نتيجته فوريه، ثانيا رسمه احنا بنعملها انحت حته احقن حته اضيق خصر ارسم سيكس باكس ارسم في لاين بتطلع كيرفات مختلفه للي عايز رسمه دقيقه ومنحوته برغبه معينه يبقى النحت. فهو ده فايده ان احنا نفهم رأي الشخص في نفسه وفي ذوقه وهي عايزة ايه وهو عايز ايه، او اوقات ناخد ده اوقات ناخد ده اوقات نميكس بين حاجتين مع بعض، لكن بإذن الله بنقدر نوصله للتارجت اللي هو عايز. ايه الحالات اللي منفعلهاش الكبسولة؟ اللي عاملين عمليات قبل كده، يعني العامل عملية تكميم، العامل عملية تحويل، العامل ساسي، العامل أي عملية على المعدة، لأن الكبسولة عايزة معدة سليمة ما تلمستش قبل كده عشان يعني تبقى أمان وتاخد الحيز بتاعها لأنها بتتملي تبقى بالون. فما ينفعش في حالات عاملة عمليات لأن أوريدي المعدة صغيرة مش هتساعد الكبسولة. الحالات اللي عندها قرحة نشيطة مثلا لا لازم تتعالج الأول، لكن لا فرق سن، الكبسولة بتعمل من سن 12 سنة لغاية سن 70-75 سنة مفيش مشكلة، مع الأمراض كلها مفيش مشكلة، مع حالات قلب مع حالات صعبة من السكر ومن الضغط، لأنها آمنة وبدون تخدير وتتعمل في 5 دقايق وبتدي نتيجة قوية جدا. وهو ده المطلوب ان احنا نوضح لكل الناس انه الحاجات دي آمنة ما فيهاش اي مشكلة ولا انها ممكن تضر بصحة اي حد. نورتني يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك، بشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت كل يوم رح اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. السلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك.
هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.